تاع الامتياز تاعه الحق في الامتيازات. هنا ربما نقول انه المشكل الاول اللي طاح فيه اللي يقع فيه المستثمر هو عدم معرفه تسلسل الاجراءات، يعني ما يعرفش باش يبدا وباش يكمل. هذا هو الاشكال الكبير اللي يوقع له، يعني لما يكون يقوم بالاستثمار تاعه يعني ما يعرفش باش يبدا غيره. حنا لما يجي المستثمر للوكاله حنا نقوموا يعني ننصحوه انه يبدا ربما قبل لا يدي الامتيازات انه يدي الارض اولا، يدير لا دومونطاسيون تاع التيران باش ما يروحلهش الوقت تاع الامتيازات فقط في الفصل في التيران. هذه وحده. ايضا انه يدفع، يعني يمكن له يتقدم الى الوكاله ويقوم بدفع هذه الاجراءات وما يستفادش قبل الاستفاده من المزايا يعني، لكن يبقى في حدود انه لا يمكن للوكاله ان تمنع من تسجيل الاستثمار. يعني يجوا المستثمرين نقترحوا عليهم انهم يماطلوا شويه في هذا الامتياز في اخذ الامتياز، لكن ما يسمعوش هو راه مطلق يعني يقوم وفينا مو عنده لو دروا، ما عنديش لو دروا نقول له ما تديش دركا الامتياز تاعك ونا با هكذا. اذا حنا نقترحوا عليه وهو لازم يكون على علم وبدرايه بالاجراءات التي تنتظر، وهذا ربما اقتراح للجامعه باش يديروا دي فورماسيون على لي زانفستيسور كيفاش يفورميو وكيفاش يقوموا باستثماراتهم دو ا زد بالاشتراك طبعا مع المؤسسات المعنيه، ونقترحوا حتى مساعدتنا في هذا المجال. بالنسبه للاخ